النهاردة احنا معانا مكان قالوا عليه أوصاف كتير، قالوا عليه جزيرة السعادة، وكمان قالوا عليه إنه مالديف اسكندرية. والحقيقة أنا لما رحت علشان أشوف لقيت إن فعلا المكان ده كامل الأوصاف. يلا بينا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين الكرام عاملين ايه؟ معانا النهاردة فيديو جديد من سلسلة فسح وخروجات اسكندرية مع حبيبة من قناة جدد حياتك مع حبيبة. احنا النهاردة في مكان ما يختلفش عليه اتنين، سواء الكبار او حتى الاطفال، والمكان ده مطعم وكافيه سانتوس، والمكان بتاع النهاردة فرع سيدي جابر اللي في نادي المعلمين، وده يعتبر اكبر واشهر فرع لسانتوس لانه ليه فروع تانية منتشرة في اسكندرية. احنا هنا دخلنا المكان، وده الممر اللي بيدخلنا على المكان، وعلى الشمال هنا في حمامات الرجالي والحريمي. وده المصلى اهو قدامنا. وهنا البوفيه. وعلى الشمال هنا منطقة الألعاب، بيكون فيها ترابيزة بينج وترابيزة بلياردو، ودي كيدز اريا زي ما احنا شايفينها قدامنا، كبيرة جدا متقسمة الألعاب كتيرة، يعني حضرتك لما تروح هناك ومعاك الأطفال بتشغلش بالك بيهم. وبعدين في ناني هناك بتاخد بالها منهم، تدفع 30 جنيه بساعات مفتوحة طول ما انت قاعد. زي ما احنا شايفين ألعاب كتيرة وكلها أمان، فما تقلقوش على الأطفال. موجود في المكان برضو عدد من الشاشات الكبيرة زي ما احنا شايفينها قدامنا عشان عروض مباريات الكرة. الحقيقة يا جماعة المكان ده حكاية كبيرة وجميلة، واللي صمم المكان ده كان حريص على انه يلبي رغبات كتيرة، مش بس مجرد كافيه مميز تاخد فيه مشروبك، ولا حتى مجرد مطعم كبير تفطر فيه او تتغدى، لا تعالى بقى معايا اقولك المكان ده فيه ايه. المكان ده بقى يا جماعة وانت قاعد بتفطر او بتتغدى او حتى بتاخد مشروبك انت فوق المية بالظبط. كل المكان بيطل على البحر مباشرة من اي مكان ومن اي اتجاه، حتى لما بتدخل على المكان لجوه كأنك في جزيرة في نص البحر. لا ومش أي جزيرة، هتشوفوها بنفسكم بتفاصيلها، وعشان كده سموها جزيرة السعادة. لا ومش بس كده، دول كمان مجهزين أماكن كتيرة بديكورات مختلفة للتصوير. وزي ما احنا شايفين السور اللي في الشمال لحد الآخر كله مجهز للتصوير بتفاصيل مختلفة. أما الجنب المواجه للبحر فتفاصيله مختلفة. المكان ده على البحر مباشرة وهم مجهزينه للتصوير على شكل بلكونة، وجواها قاعدة منفصلة ومنعزلة، يعني تنفع للعروسين أو قاعدة عائلية 9 أو 4 أفراد، ولكن الفيو تحفة قوي.
شايفين منظر المية عامل ازاي؟ جميلة ونظيفة وصافية، بصراحة المنظر تحفة. شايفين يا جماعة المكان بتنظم ازاي ومتنسق؟ بصراحة يعني شغل حلو وعالي، مش كل الأماكن بتلاقي فيها النظام ده. بالنسبة طبعا للكراسي والترابيزات، في تباعد عن بعضها بحيث ان يكون في خصوصية. طبعا هنا الفيو قدامكم شكله رائع. مكان فعلا حلو ونظيف. الحقيقة أنا اخترت التوقيت ده بالذات عشان أصور المكان قبل الزحمة، عشان التفاصيل كلها تبان بوضوح. وكمان سمعت عن الفطار إنه جامد قوي، قلت أجرب وأفطر هناك. بجد ايه رأيكم في المكان؟ وزي ما جاهز مكان تتصور فيه فوق، كمان جاهز مكان تقدر تنزل المية تتصور فيه. ودي بقى يا جماعة مرجحة السعادة، طبعا بتبقى راكبها وانت طاير فوق المية. وزي ما قلنا قبل كده يا جماعة، ده شاطئ نادي المعلمين، جميل جدا ونظيف ورايق. كمل بقى النص التاني من الجزيرة. زي ما احنا شايفين اماكن التصوير اهي، بصراحة مجهزينها بحاجات جميلة جدا، باشكال حلوة وديكورات زي ما احنا شايفين قدامنا. زي ما قلنا ان جهة الشمال دي كلها، السور ده كله لغاية اخره كله مجهز للتصوير. وهنا الجهة التانية اللي هي جهة اليمين ديت كلها بتطل على البحر.
طبعا المكان كبير جدا، القعدة هنا في الجزء ده مجهزة على مستوى عالي للناس اللي بتحب السهر بالليل، وكمان بيكون في سانتو سيدي جابر في حفلات وفقرات للكبار وكمان للأطفال، وبيكون موجود فيها فنانين كبار وأسماء معروفة وكمان فرق كبيرة. حفلة الأطفال بتبدأ 6 مساء والحفلة الكبيرة بتبدأ 9 مساء. البوابة اللي حضرتك شايفها وهنعدي منها دلوقتي دي بتدخلنا على جزء مختلف خالص. يعني اللي بيحب يركب مركب هيلاقي هوايته، وكمان اللي بيحب يصطاد هيلاقي مكان للصيد، واللي بيحب يقعد في مكان كأنه على جزيرة والمية في جميع الاتجاهات موجود يا فندم. أقدر أقولك إن حضرتك موجود في مالديف اسكندرية. يا مرحب بيك يا فندم. مش قلتلكم إن المكان ده كامل الأوصاف؟ زي ما احنا شايفين الأماكن دي كلها تنفع إن احنا نصطاد وللتصوير وللقعدة. المكان كبير جدا وجميل ومتنظم. وادي المركب اهي قدامنا يا جماعة، حاجة جميلة قوي وجديدة، افكار حلوة نقدر نصطاد برضو فيها ومجهزة للقعدة كأنك واخد مركب في وسط المية، والفيو بتاعها تحفة. والمصدات اللي احنا شايفينها دي تنفع للناس تقف تصطاد عليها. سامعين صوت البحر يا جماعة؟ بصراحة المنظر هنا جميل جدا، والقعدة يعني مش عارفة اقول لكم عاملة ازاي. وزي ما احنا شايفين يا جماعة كأننا على جزيرة في وسط البحر. زي ما احنا شايفين قدامنا المنطقة متقسمة للقعدة، ايه احنا وصلنا كده يعتبر لآخر الجزيرة. ايه رأيكم يا جماعة في القعدة دي؟ صوت البحر والهدوء. ودلوقتي احنا وصلنا لاخر الفيديو، اتمنى يكون عجبكم، وزي كل مرة بقول لكم ما تنسونيش بالاشتراك واللايك والشير وتفعيل الجرس
سعيدة أني كنت معاكم، أشوفكم على خير في الفيديو القادم.